تطبيق الفوترة الإلكترونية بيتم على مرحلتين حسب ما أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. مرحلة إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية اللي تم تطبيقها في 4 ديسمبر 2021، ومرحلة الربط والتكامل اللي بصدد تطبيقها من 1 يناير 2023 عبر مجموعات محددة من المكلفين. طيب، وش نقصد بمرحلة الربط والتكامل؟ هي بكل بساطة مرحلة مشاركة الفواتير والإشعارات الصادرة من أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بمنشأتك مع منصة فاتورة الخاصة بالهيئة بشكل آلي، وتتم هذه العملية آلياً عن طريق تعريف وربط نظام الفوترة الإلكترونية الخاص بمنشأتك مع منصة فاتورة. وراح تكون بداية مرحلة الربط والتكامل في 1 يناير 2023، حيث سيتم إلزام المكلفين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بالربط مع الهيئة، وسيتم تطبيق المرحلة على مجموعات. كل مجموعة سيتم إبلاغهم بموعد الربط الإلزامي الخاص بهم قبل الموعد بستة أشهر على الأقل. وقامت الهيئة بتحديد المجموعة الأولى للربط، وذلك حسب حجم الإيرادات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام 2021 للمنشآت التي تتجاوز إيراداتها 3 مليار ريال. وإذا كان عندك أي سؤال أو استفسار عن مرحلة الربط والتكامل، تقدر ترجع للأدلة الإرشادية على موقع الهيئة zatka.gov.sa، أو الاستفسار عبر تويتر zatka_care، أو عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم الموحد 1993.